السلام البنات، دابا ان شاء الله اليوم غنديروا واحد الكيك بالنسمه ديال القهوه. عندنا هنا أربعة ديال البيضات، عندنا كاس زيت العنبه، كاس سنيده، كاس القهوه، قهوه مقطره ولا غير ما سخون وكيكون دافي، ولا قهوه سريعه الذوبان. عندنا جوج ديال الكاكاو، جوج خمارات، وحده فاني، والطحين غنديرو 3 د الكيسان ونص ديال الطحين ان شاء الله. دابا نبداو الخدمه ان شاء الله. رشيشة د الملح، دابا غادي نديروهم يخدمو حتى يضاعف الحجم ديالهم. الزا زهر لي ما كتعجبوش نسمه الزا زهر يقدر يدير فاني، انما الزا زهر كتواتى زوين مع القهوه. دابا البنات غنزيدو الزيت ونعاود نزيدو القهوة. هنا غندير المغرب الكاكاو و الخميرة، باش الخميرة بعد خاص كتكون مقوبة مكتبقى فشي بلايص مدايب ديبة سمزية. بنات زوين هاد الغريبي اللي شريتو من بيما رخيص، كينفع بحال كتغرب لي بيه كاكاو كيك خكلاص خمارات. ها هو الغريب الى البنات، دابا غنردو كلشي لاماج العجانه ديالنا اللي عيب عندو الطراب اليدوي يخدم به. هنا كنردها وكندير على الدرجه الصغيره كاع. هذا الكيك ديالنا بعد ما تخدم يجي ما ثقيل ما خفيف. باغي نزيد ديال الفوق ونقوي في هذا المول اللي كي مدهون بالزبده ومرشوش بالطحين. البنات هذا المول حيتاش رقيق كندير له هذه الحديده تحت منه باش كطيب الحلوه في خاطره ما كتجينيش مشوطه من التحت. وانا ندخلها دابا للفران على 180 درجه شعل عليها غير لتحت تطيب ونتلاقاو باش نكملوها. دابا البنات درنا واحد 3 معالق كبار ديال السنيده في واحد المقله وغنخليهم نديرو بهم الكراميل اللي غنزوقو به الكيكه ديالنا. هاي دابا ما نحركوها ما حتى حاجه تيبان لنا السكر دابا على خاطره. غنزيدو فيه واحد جوج معلقات ديال الزبده وغتكون الكراميل واجده. غنزيدو عليها اللوز ايفيلي باش يعطينا بحال واحد طبقة بحال النوكا في وسط الكيكة ديالنا. دابا غنزيدو عليه الكراميل بعد ما داب ديالنا، غنزيدو عليه واحد المعلقة ديال الزبدة.
ايوا نزيدو عليها اللوز. البنات دابا ان شاء الله انا غادي نصايب الكريمه اللي غنديرها نزوق بها الكيك ديالي. خديت ساشي ديال لاموس شوكولا ومعها وحده فلون كراميل وكاس ديال الحليب بارد، وغنطربو كلشي ونديرهم في الثلاجه تيشدو راسهم هما باش نزوقوا الكيك ديالنا. دابا البنات بعد ما عقدات لينا الكريمه ديالنا هانتوما كي كتشوفوا ها هي شوفوا، غادي نزيد واحد جوج معالق ديال الشوكولا اللي عندكم نوتيلا شوكولا، المهم شوكولا ديال الدهن اللي كتكون لون واحد محايد كتكون لون الشوكولا. واحد جوج معالق باش كنغنيوها في نفس الوقت هاد الشوكولا كتشد لينا ديك الكريمه ما كطيحش اللي كنخدموها. دابا غنعاودو نخدمو دابا البنات غنديروها في واحد الطاسة ولا شي حاجة نديروها في الثلاجة، إلا مزروبين باش خدموها غديروها في مجمد واحد ربع ساعة وكتشد راسها، إلا كنتوما مزروبينش بيها ديروها غير في الثلاجه عاديه وطيوها وخليوها حتى تشد راسها مزيان. نسال الكيك ديالنا دابا طابعا كان دابا غادي نطقوه كامل وهو سخون وغادي نسقيوه واحد الكاس بارد فيه القهوه ديال القهوه فيها السكر حلوه. اصلا حنا غنمونطيوها في نفس المول لما صوبنا اللوز ايفيلي مع ديك الكراميل غنوزعوه فوق الكيكه ديالنا وهو سخون. دابا ان شاء الله نخليو الكيكه ديالنا تتبرد تماما عاد غادي نكملوا ليها الخدمه ديالها المونتاج بديك الكريمه اللي صايبنا قبيله ديال الشوكولاتو الكراميل. دابا ديك الكريمه البنات اللي خدمنا قبيله ها هي شدات تتشد راسها والكيكه ديالنا اللي درنا فوق هذيك النوكا هي بردات. حنا غادي دابا نعمرو غنقادو ليها الوجه ديالها كامله باش تجينا نيفو واحد. ناخذ واحد الدانيت وكنديروه في واحد البلاستيكه وكنديروا به خطوط عشوائيه
بناتها ها الكيكه ديالنا، هذا هو الشكل النهائي ديالها. ايوا بالصحه والراحه.